بسم الله الرحمن الرحيم. بقطع الشريط للبدء بفعالية تدشين طارق الخيري والذي ينظمه طلاب وطالبات مدرسة طارق بن زياد، وذلك لمساعدة زملائهم وإخوانهم الذين تضرروا جراء الحرب كحال الطالبة نور والتي أصيبت بشظية بشبكة عينها اليسرى أجبرتها على ترك مقاعد الدراسة. المشكلة اللي تعاني منها أنها يعني فيها انفصال في الشبكة، الدراسة يعني ما تدرس ما فيها من قبل المدرسة وما تشوف القراءه يعني ما تتعلم يعني لانها خطير عليها يعني هذا نظرها ضعيف يعني بسبب الاصابه هذه اللي اصابتها. الفعاليه رغم بساطتها وتواضعها فهي تحمل في مضمونها رساله انسانيه وصوره من صور التكافل الاجتماعي الى جانب خلق روح التعاون ليس بين زملاء فحسب بل ايضا والمجتمع عامه. معنى هذه الفعاليه التي يعني كثير ما انتظرناها من مؤسسات المجتمعيه حتى تقدم لنا العون في معالجة جرحانا خاصة من الطلاب الذين أصيبوا في هذه الحرب. الحاضرون عبروا عن ارتياحهم لدى مشاركتهم الفعالية والتي تميزت بعكس روح البذل والعطاء والحث على العمل الخيري بين أوساط المجتمع بصورة عامة. ما شاهدناه اليوم في هذا الطبق هو نموذج لما تقوم به هذه إدارة هذه المدرسة والمعلمين الموجودين فيها من أجل غرس روح حب الوطن وأيضا لكل من ضحى ولكل من استبسل. العمل الخيري وبذل الجهد في مساعدة الآخرين والوقوف إلى جانب المحتاجين بادرة طيبة من طلاب مدرسة طارق بن زياد في تنظيم هذا الطبق الخيري لأسر الشهداء والجرحى، علها تصل إليهم وتخفف معاناتهم وآلامهم. مختار شعتل لقناة بلقيس من مديرية تبون محافظة لاحق.